اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد. طبعا ما نسيناش اطفالنا البيبيهات اللي حابين يظهروا معانا في البرنامج. عملنا لهم مسابقه احلى ضحكه في احلى صوره. هننزل دلوقتي صور الاطفال معانا على الشاشه، وهيبقى التصويت من خلال صفحه الفيسبوك سوبر تشايلد، كل طفل برقمه. نروح نشوف الصور ونرجع لكم. طبعا دي ضحكة الأطفال معانا اللي حابين نظهرها لكم ونظهر أطفالنا معانا. دي صور البيبيهات اللي حابة تظهر معانا في البرنامج بضحكتهم الجميلة. أنا شايفة الضحكة بتاعتهم حلوة جدا، وهنستضيف أول ضيفة معانا في البرنامج. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. مامة مين؟ تالا وماسة. تالا وماسة. فين تالا؟ كبيرة وماسة صغيرة. دي تالا. ازيك يا تالا؟ اديها المايك. اسمك ايه؟ اسمك تالا. ازيك يا تالا؟ تالا حسن. تالا حسن. تالا حسن. تالا حسن. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قولي لي بقى، ليه اشتركتي لتالا وماسة في البرنامج؟ لولو انا كنت متابعه البرنامج بقالي فتره كده، واتفرجت لقيتكم نازلين مسابقه عن الاطفال وضحكة الاطفال وكده. نزلت صور البنات، لقيتهم بيتصلوا بيا، وكنت متابعه البرنامج، لقيت اتصال وقالوا لي عندك فوتو سيشن. انت كنت حابه تشتركي لهم في البرنامج؟ طبعا حابه ان هم يتبسطوا ويخشوا مسابقه. طيب قولي لي بقى، لما جيتي تصوريهم كان التصوير بالنسبه لهم صعب ولا ساعدوكي؟ لا كانوا مساعدين ليا، بس مش عارفه. مالك مالك تالا؟ خلاص مالك، زعلانه ليه؟ مين مزعلك؟ ماما. انتي اتصورتي يا تالا؟ اتصورتي ازاي؟ وقفتي وتصورتي وضحكتي؟ صورتي الجميله قوي يا تالا. هنقول لكل بقى الناس اللي تعرفك تصوت لك عشان تنجحي، ايه رايك؟ طيب قولي لي بقى، يوم التصوير بتاعهم الفوتو سيشن، هي صورة تالا اهي صح كده؟ ايوه. الضحكة الجميلة دي يا تالا، صورة حلوة قوي، جميلة. شايفاها. طيب قولي لي، يوم الفوتو سيشن بتاعهم كان تعبوكي ولا عملتي ايه؟ احكي لنا. لا هي بتحب التصوير قوي. تمام. يعني اول ما تلاقي الكاميرا قدامها او حاجه تلاقيها بتضحك تاخد بوزيشن كده. لا بتحب التصوير، بتحب تغني. بتحب تغني. يعني خلاص الموهبه هتظهر بدري بدري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قولي لي، انت في البيت بقى بتحاولي تكتشفي الموهبه بتاعتها؟ يعني انت حاسه ان هي بدات يظهر لها موهبه ولا لسه؟ يعني حصل من قريب كده في اعلانات. تمام. طبعا مش عايزه اقول اسماء، بس بعد اعلانات كده بتيجي بتقلدهم او مش عارفه ايه، وتقلد الحركات كمان. طيب اوكي. هي حبت بقى ان انت لما جيتي تشتركي لها في المسابقه حاولتي تشاركيها في اختيار اللبس او حاجه، ولا هي لسه سنها ما يسمحش بكده؟ لا هو انا اللي بختار لها اللبس، عشان انت اللي بتختاري لها. بس هي ليها برضو فساتين او حاجات هي تحبها قوي، هي اللي بتحب تلبسها. بس ساعات بقى اجبرها بقى. انا لازم احنا طيب انت ناويه تنمي الموهبه اللي عندها ان شاء الله وتشتغلي عليها، ولا انت هتسيبيها هي تختار اللي هي عايزاه؟ والله انا هسيبها تختار اللي هي عايزاه، بس انا شايفه عندها ان هي بتحب الرقص جدا، بتحب ترقص. وودنها موسيقيه قوي. بتحب الغنى، فقلت بتحب تقلد. يعني لو شافت شخصيه معينه تحب تقلدها. لا وتحب تقلد صوتها كمان، يعني ساعات باباها مثلا لو نده عليا بطريقه معينه الاقيها بتقلد صوته. بتقلد. يعني انت تقصدي تقولي ان هي عندها موهبه التقليد، ولا ممكن بعد كده نكتشف ان هي ممكن تقدر تمثل؟ لا هي بتحب تعيش بعض ادوار كده كمان. يعني بتتفرج على كرتون بتبصي تلاقيها تقمصت شخصيه معينه. بتحب تعمل حركه شافتها. بتحب فروزن جدا، واول فروزن. ما شافت الاعلان الجديد كمان للجزء الثاني عايزه تروح. هي بتحب كاركترات معينه كده. تالا انت بتحبي ايه بقى؟ بتحبي ترقصي؟ بتحبي اغنيه ايه؟
يلا نغني. سيو شاطرة، برافو. تنسيت. لا برافو 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 عليكي. طب وميسه بقى يوم التصوير عملتي ايه معاها؟ انا كنت حاسه ان هي هتعيط وتبهدل الدنيا ومش عارفه اخد لها صوره واحده. يا بيبي خالص، هي عندها قد ايه؟ هي عندها 9 شهور. 9 شهور. اه لقيتها لا تعاملت مع الفوتوغرافر حلو بيرفكت وخدت وضعيتها كده وضحكت. لا تمام، كانت تمام. يعني انت من الماميز اللي بتحب تشتغل على موهبه الاطفال بتوعها؟ اه. يعني عندك استعداد ان انت تكملي معاهم مع اكتشاف الموهبه وان انت تنميها؟ صح كده. انا كمان نفسي اخليها تاخد دروس باليه وكده، مع ان بابا عايزها تعمل جمباز، بس انا لا عايزاها تعمل باليه احسن. يعني طيب النجاح. معانا صوره ميسا بقى نتفرج عليها. ميسا جميله خالص، كانها يعني عارفه ان هي بتتصور. صح كده. انا اتفاجئت بيها اصلا اللي عملته ده. شكلها كان حلو جدا. انت اللي ساعدتيها في الحركه دي ولا هي؟ لا خالص، يعني انا كنت مقعداها عادي جدا. تمام. فجاه لقيتها هي خدت الستيب دي لوحدها وفضلت بصاله ليها مستنيه ياخد الصوره دي او اللقطه دي. لا هي جميله خالص. ميسا ايه نضحك؟ بنضحك اهو. شاطره. ايه الجمال ده؟ اتمنى لهم النجاح يا رب، واتمنى ان كل الناس تتعلم منك، ان انت البنات لسه صغنانين جدا وبتحاولي تكتشفي فيهم الموهبه المميزه او الحاجه اللي هم بادين يحبوها وتشتغلي عليها، لان ده هيساعدهم كتير قدام. كل الناس اللي زيك اللي حابه اولادهم يظهروا، في ناس كتير مننا حابه ان الولاد يظهروا في اعلانات، في مسلسلات، على الشاشه عموما، جراءه الكاميرا. فكل ده الام بتساعد ان هي تشتغل على موهبه بنتها او ابنها. صح كده؟ مظبوط. انا من يعني من البرنامج بتاعك فعلا بنصح اي ام او كده ان هي ما تعملش اصلا الطفل على انه طفل، وتبص دايما ان هو لو عنده حاجه تنميها له، مش لازم انا عايزاه يطلع مهندس، انا عايزاه يطلع دكتور، الحاجات القديمه بتاعتنا دي. انت عارفه انت فكرتيني بمقوله او الاغنيه اللي هي ايه، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحلميه. صح كده. انت حباهم جدا وحابه ان انت تعملي لهم اي حاجه تفرحهم. وطبعا دي هتبقى بالنسبه لهم بعد كده ذكرى حلوه جدا ان انت اهتميتي بيهم وهم صغيرين وشفتي هم حابين ايه. صح يا تالا؟ صح. ايه رايك في مامي؟ بتحبي مامي؟ بتحبيها؟ تحبي مامي ولا بابي؟ قوي قوي. ايه ده، دول حبه صغيرين. هيا تالا، بنحبها كتير. بنحبها جدا. طيب وفي نهايه الحلقه مع الفقره معانا سوري، حابب نشكر حضرتك والبلانيت، ويا رب تنورونا دايما وبالنجاح في المسابقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي لكم جدا. نروح ونرجع لكم مع بقيه. ورجعنا لكم مع بقية ضيوفنا النهارده. اسمك ايه؟ تيم محمد. تيم محمد، عندك كام سنه يا تيم؟ 6 سنين. 6 سنين. قولي يا تيم بقى، انت عندك موهبه معينه؟ ايه هي؟ التمثيل والكوره. بتحب الكوره والتمثيل؟ انهي فيهم اكتر حاجه؟ التمثيل. التمثيل. بتتفرج بقى على مين؟ بتحب حد معين؟ مين؟ محمد مرضان. محمد مرضان؟ تحبي تتفرج عليه؟ على الافلام ولا الاغاني؟ الاغاني والافلام. تعرف تقلده؟ يعني تعرف تعمل لنا حاجه دلوقتي؟ ليه؟ هتتكسف؟ طب اعمل اي حاجه. ايه رايك؟ حافظ له حاجه؟ خالص؟ امال بتتفرج عليه ازاي؟ اتفرج عليه. اتفرج عليه. طيب قولي بقى، انت وانت قاعد في البيت بتحب تمثل كده مع نفسك؟ بتحب تعمل حركات وتصور نفسك وكده؟ صح؟ عشان تطلع ممثل، تطلع زي محمد رمضان ولا تطلع زي مين؟ محمد رمضان. برضو محمد رمضان. طيب يا تيم شاطر، قولي بقى مامي بتساعدك على كده؟ بتعمل لك ايه؟ بتصورك؟
تقعد تصورك بقى وانت تقلد لها وتحفظ الكلام صح كده؟ صح. طيب وبتحب الكوره؟ بتلعب كوره؟ بتلعب فين؟ في النادي. بتلعب في النادي، شاطر فيها؟ بتتدرب دايما على طول بتروح؟ اه. بقالك قد ايه؟ معرفش. يعني انت عايز لما تكبر تطلع لعيب كوره ولا تطلع ممثل؟ ممثل. ممثل؟ بس احنا الصح برضو ان احنا نهتم بالاتنين، علشان الكوره دي ايه؟ رياضه وبتفيدنا، صح؟ صح. شاطر، برافو. اسمك ايه؟ اديها المايك يا تيم. أروى. اروى لولو، كنتي معانا في المسابقه يا اروى صح؟ نشوف صورة أروى نتفرج عليها. اه. كنتي لابسة ايه يا أروى؟ كنت لابسة هدوم. كنتي لابسة هدوم ايه؟ مضيفة؟ اه. صح كده؟ وكنتي ماسكة الشنطة بتاعتها؟ اه. ليه لبستي مضيفة بقى؟ كده. نتفرج على الصورة دلوقتي. الله، شفتي صورتك حلوة ازاي؟ جميلة قوي، حلو الطقم ده يا أروى. مين اللي عاملهولك؟ مامي. طب اتكلمي في المايك عشان صوتك يطلع. مامي هي اللي عاملاهولك؟ اه. بس شكلك حلو فيه قوي. اه. انت كنتي عايزه تلبسيه؟ اه. صح كده؟ انت نفسك أوه. تطلعي مضيفه؟ عندي الثانيه اللي زيها. اه. اللي كده. اه. بتعمل كده عشان القتل لما بتقع. ايوه. انت كنتي ماسكه الطياره صح؟ اه. صح كده؟ والشنطة عشان تبقي زي المضيفة بالظبط. اه. انتي نفسك لما تكبري تبقي مضيفة؟ هيا رورو؟ اه. كانت حلوة الصورة دي وجميلة. اه. كنتي بتضحكي فيها؟ اه. صح كده؟ انتي اللي قلتي لمامي تعملك الطقم ده؟ اه. انتي اللي قلتي لمامي؟ اه. طيب ناخد تليفون ونرجع لك تاني. الو؟ الو؟ الو الو ايوه مدام حنان. ايوه انا غاده. اهلا بحضرتك. معلش الصوت بس. نجاح في نجاح كده على طول يا رب. ربنا يخليك يا رب. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بموت فيكي وانت بتتكلمي حبيبتي. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. يعني عايزاكي اشوفك كده على طول كده ناجحه كده على طول. ربنا يخليك يا رب. ماشي حبيبتي. انا بتشرف بالناس الجميله اللي زيكم ومكالماتكم، ويا رب كل اللي بيتفرج على البرنامج يكلمنا ويقول لنا ايه رايه. نورتينا. نرجع لك يا اروى تاني بقى. قولي لي، بتحبي بقى تمثلي يا اروى ولا بتحبي تغني؟ لا. هاي رورو؟ اه. بتحبي ايه؟ بحب اغني. بتحبي تغني؟ حافظه اغنيه؟ اه. اغنيه ايه؟ اي حاجه. اي حاجه؟ طب قولي لي انت غني لي اي اغنيه. يلا. ماما هبعت لك وانا بغني. هتبعتي لي وانت بتغني؟ اه. خلاص ماشي، هستناكي. خلاص؟ عشان نوريها لبقيه الاطفال معانا يتفرجوا عليكي. اتفقنا؟ ماشي يا رورو، نورتوني. واتمنى لكم النجاح يا رب. هنروح ونرجع لكم تاني مع باقي ضيوفنا. ورجعنا لكم تاني مع بقية ضيوفنا، وهي الفنانة الجميلة صاحبة القلب الحنون اسم على مسمى بشهادة كل اللي يعرفوها، حتى الأطفال اللي كانت بتدربهم وما زالت بتدربهم. هي فنانة متعددة المواهب، ذو الحس المرهف وطاقة إيجابية على كل اللي بيتعامل معاها، بتخلي أي حد يعرفها يتمسك بيها وبالعمل معاها. هي ممثلة ومخرجة ومدربة شاطرة جدا ذو حس فني، بتساعد الأطفال في اكتشاف مواهبهم وبتساعدهم كمان يقدروا يظهروا الموهبه دي بشكل كويس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك.
اهلا بيكي. اسم حضرتك؟ حنان جنديه. طبعا غنيه عن التعريف. ميرسي. انا حبيت حضرتك تعرفي نفسك. ميرسي يا روحي. استاذه حنان منورانا النهارده. ميرسي يا ام. ومنوره البرنامج ومنوره كل الناس اللي بتتفرج عليكي. ميرسي تسلم. واحنا استضفناكي النهارده عشان نقدر نستفيد منك لكل اطفالنا اللي بيتفرجوا علينا ولكل المامز اللي نفسها تكتشف موهبه اطفالها. حابه اعرف من حضرتك انتي الموهبه دي عندك من زمان؟ هو انا من صغري، لان اصلا انا ناشئه في اسره فنيه. والدي كان مخرج كبير في الثقافه الجماهيريه ومن احد اعمده فنانين مسرح السامر، وكانت الوالده ممثله، فكانت الموهبه بقى يعني من الصغر يعني. ايوه العيله فنيه. العيله فنيه. اهلا بحضرتك منورانا. اهلا بيك يا استاذه. طيب انا حابه حضرتك تكلمينا عن كل حاجه بتعمليها بالنسبه للطفل، وكل حاجه بتشاركي فيها، وكل حاجه بتقدري تساعدي فيها الطفل ان هو يظهر ويحقق كل اللي بيتمناه. انا بالنسبه لي الطفل عالم كبير قوي، بعشق عالم الاطفال جدا في التعامل معاهم. تمام. فبالتالي في المجال اللي بشتغل فيه قابلت مواهب كتير حلوه قوي قوي. فعلا تستاهل ان الواحد يتعب عشانهم ويقف معاهم وينمي المواهب الجميله دي. بالزبط. فعلا عندنا مواهب حلوه قوي 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 يعني. تمام. فطبعا في عندنا يعني في ورش في قصور الثقافه، ورش واكاديميات برضه خارج القصور الثقافه بتنمي المواهب دي. تمام. فطبعا العمل اصلا مع الطفل متعه، متعه جميله، انا متعه بحبها قوي معاهم. فطبعا بيبقى في بقى خطط مقننه ودراسه ليهم والعمل معاهم لثقه المواهبهم دي. طبعا في ورش شغاله فيها كذا ورشه. تمام. بخلاف طبعا قصر الثقافه والمركز الجيزه الثقافي وورشه ايوب الفن، يعني ورشه جميله متكامله متنوعه المواهب. رسم، تمثيل، غنى. طبعا يرأسها شاعرنا الجميل استاذ سراج الدين. اهلا بك. طبعا اب جليل تربوي، اكاديميه تربويه فعلا، ومخرجنا الجميل استاذ اشرف فؤاد. اهلا بيكي. طبعا في ورش تانية طبعا مخرجنا الكبير، مخرج الروائع دكتور علاء نصر. طبعا بيقدم ان شاء الله حتى مسلسل جميل ان شاء الله في رمضان للاطفال، ليه بعد اجتماعي بيتناول سلوكيات الطفل من خلال الأسرة، تربية الأسرة، محاول يعني ممكن نقول التربية السليمة أو التربية الخاطئة أو السلبية اللي بيقع فيها الأسر. وبنقدم حلولها. تمام. وكله من خلال الأطفال. وكله عشان يقدروا يوصلوا للمعلومة بنفسهم. أكيد أكيد. يعني الأطفال هم اللي بيقدموا السلبيات والإيجابيات داخل الأسرة، داخل المدرسة، داخل الشارع. بالزبط. في كل مكان بيتواجد فيه الأطفال. طبعا. وأطفالنا كل يعني في كل حاجة في إيجابيات وفي سلبيات. أكيد. من خلال كده بيقدروا يفهموا الأطفال اللي بتشارك. طبعا بتقدر تستفيد من ده في ايه الايجابي وايه السلبي. اكيد. ايه اللي بيقدر يتعامل، ايه اللي ينفع يتعامل وايه اللي ما ينفعش. الطفل ذكي جدا يعني. أكيد. انت بتتعاملي مع كائن ذكي جدا. فطبعا بنبقى حاطين ده في الحسبان. وطبعا على حسب ما احنا نعرف كلنا ان الطفل من طالما هو صغير بيتخزن عنده كل معلومه. أكيد. انت بتديها له. اكيد. الى جانب كمان الطفل الموهوب، يعني الطفل الموهوب بيساعدنا اللي عنده موهبه. اكيد. اكيد. وانا كمان يعني في 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 مبدئي ان كل اطفالنا موهوبين، بس في اطفال يعني ما بتبقاش عندها موهبه او مش عارفه ايه هي الموهبه بتاعتها. ايوه فعلا. وهو مقتنع ان هو طفل عنده موهبه. يعني هو مقتنع ان هو بيمثل وهو بيعرفش يمثل. اوكي. فهل ده احنا نقدر ان احنا ننمي ده جواه؟ بالفعل. نخلقها جواه، نختلقها فعلا. فعلا. يعني انا بقول لك في رايي ان كل طفل جواه فنان. تمام. كل طفل جواه فنان باختلاف الموهبه. باختلاف الموهبه، بس هي منطقه الفن عنده فين.
موجودة. هي فين بقى؟ دي اللي انت بتكتشفيها. تمام. واخد بالك؟ وأول حد بيكتشفها الأم. بتقدر تكتشفها ازاي يا أستاذة حنان؟ موهبة الطفل من الصغر. من الصغر. من الصغر. سن كام تقريبا؟ يعني ممكن أقولك من 3-4 سنين. من وهو صغير. عن طريق لعبه، طريقة لعبته. وهو بيلعب هتقدري تكتشفي فعلا. بيبان في طريقة اللعب نفسها. ميوله، أيوة. حركته. ميوله لإيه؟ في بنوتة تحب تغني. وصوتها جميل فعلا وبيبان من الصغر. تمام. في بنوتة أو ولد يمسك الورق أو يرسم. في طفل يحب هو يمثل ويقف ويعمل أدوار زي يوسف كده. تمام. يوسف من صغره كان كده. في حضرتك اكتشفتي في يوسف ده من هو صغير؟ من هو صغير. سن كام؟ 4 سنين. ويوسف ابتدى ان هو يقلد لي الممثلين، يشوف الادوار والافلام، يعني الاقيه لوحده هو بيكررها. فده طبعا لفت انتباهي ليه. فطبعا هو عنده استعداد. الاستعداد موجود. والجينات. والجينات. الجينات. طيب انا حابه اسالك، وصلتي في مشوارك للي بتتمنيه؟ يعني الحاجه اللي انت كنت بتتمنيها وصلت لها؟ هو طبعا يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس انا طموحه. انا طموحه. تمام. وطموحي يعني بيوصل كبير. طبعا. طموحي كبير، يعني بوصل لهدف، مش هو خلاص وصلت له وخلاص. لا، عايزة تعليه وتاني. فهو ده الانسان الطموح. ده اهم حاجه. ومع الاطفال مشجعيني كمان، الاطفال اللي معايا اطفال جميله جدا جدا. طبعا سواء في التمثيل، انا بشوف زمن الفن الجميل بيتعاد قدامي في شخصيات صغيره. الله، حاجه حلوه قوي. معايا كاركتر فيروز. كاركتر فيروز الصغيره. معايا كاركتر سعاد حسني. كاركتر كتير من الاطفال مشجعني ان انت حتى لو حبيتي توقفي، لا انت بتستمتعي بده. في ناس، لا في ناس مسؤوله منك، ابتديتي معاهم. تمام. ابتديتي معاهم المشوار، فلازم توصلي. توصلي. توصليهم. مش يوسف او اولادي او بناتي، لا ده انا اطفال كتير. وفعلا يستاهلوا انك تتعبي عشانهم وان انت توصليهم. يا رب بالنجاح. امين. انا كنت سمعت ان يوسف حبيبي يقدم معانا حاجه ان شاء الله. نشوفها ونرجع لك تاني ان شاء الله باذن الله. انا وهو هنقدم حاجه دلوقتي. احنا طيب دلوقتي. اهلا بيكوا طبعا. اهلا بيكي حبيبتي. في عينيك عنواني، قالت سوف تنساني وتنسى أنك يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى دفء شطآن وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت يوما تهواني. فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحداني. ربيعا مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة ترى لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار وجداني. أحبك أنت يا أملة كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عاشقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، لو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. الله عليك، إيه الجمال ده بجد، الكلام جميل جدا. ده كلام مين؟
قصيدة شاعرنا الكبير فاروق جويدة، في عينيك عنوان. تمام. قصيدة في عينيك عنوان. حلوة قوي والأداء تحفة بجد. أتمنى لكم النجاح. ميرسي. وطلبة منك بقى تكلمي الماميز اللي معانا والأمهات كلهم، تقولي لهم يقدروا يكتشفوا ازاي مواهب أطفالهم، يقدروا ازاي ينموها، يقدروا ما يمنعوش الطفل ان هو يظهر اللي جواه، لاني مش كلنا فاهمين ان انا لازم انمي موهبة طفلي او حقق له اللي هو عايزه. في ناس مننا بتهتم ان هي رياضة فقط، دي حاجة مهمة. انا رأيي اني زي ما بهتم بالرياضة لازم اهتم فرضا ان الطفل مش حبيبها، ان جواه حاجة تانية هو عايز يظهرها. معظمنا بيقول لا مش مهم، يعني اهم حاجة الحاجة اللي تفيده. الرياضة هتفيد جسمه، هتفيد عقله، هتفيد الحركة بتاعته، كل حاجة. فأنا حبيكي توصلي لكل اللي بيتفرجوا علينا إزاي يقدروا يكتشفوا ده في طفله. طبعا الطفل الموهبة عنده هو اللي بيحددها مش إحنا. مينفعش أفرض عليه موهبة إيه، زي مثلا أنا عاوز أطلع إيه، مينفعش أفرضها عليه. فالموهبة هي اللي بتفرض نفسها. وفي معلومة مهمة جدا، الموهبة بتأثر في تنمية شخصية الطفل. تمام. بتأثير بتحدد الشخصية؟ أكيد. أكيد ليها جوانب إيجابية كتير قوي، كبيرة قوي. في 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 تحديد شخصيته وتنميتها، والجوانب الإيجابية في شخصيته تنميها. تمام. ما ينفعش أضغط عليه أبدا. طبعا الرياضة مهمة، والرياضة والرياضة كمان مهمة، يعني موهبة. تمام. يعني الرياضة موهبة، بس أشوف هو مقياس الموهبة عنده إيه. بيحب ايه، بينتمي لايه، ده وابتدي بقى اثقلها عنده حتى عشان ابقى انا مشيت ورا طموحه، يعني حاولت معاه في الحاجه اللي هو عايزها. اكيد. وهرجع للكلام في الاول، ان الموهبه بتنمي شخصيه الطفل. تمام. وبتفضل تاثيرها معاه لحد الكبر. الموهبه بتخلي عنده ثقه في النفس، دي اول شيء، دي اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه في الشخصيه. الثقه بالنفس، الشجاعه، الجراءه، الى جانب بتظهر عنده بقى الجوانب الايجابيه، واكتر اكتر لما تقدريها. تمام. لما تشجعي. طيب انا حابه اسال حضرتك من خلال شغلك، هل انت بتكتشفي في الطفل مع الوقت موهبه تانية غير اللي هو جاي بيها؟ اكيد. بتحاولي تنميها ولا انت بتركزي على الموهبه؟ لا اكيد طبعا، ان انا بشوف كل قدراته الفنيه ايه وانميها. تمام. في طفل شايف ان هو مثلا بيحب يغني بس صوته. تمام. بشكر حضرتك جدا. ميرسي. ونورتينا ونورتي البرنامج. ميرسي قوي. ميرسي. واتمنى حبيب. من حضرتك انك تنورينا على طول وتفيدينا وتفيدي الامهات اللي بتتفرج علينا. ان شاء يا رب. الله. واتمنى لك النجاح انت ويوسف وكل اللي زيكم وكل اطفالنا. ميرسي ان شاء الله. وشكر خاص لاسره البرنامج. انا ممنونه جدا بيه، لان البرنامج بيعتبر نافذه للمشاهدين، بيعبر بيها اطفالنا وبيكتشف فيها مواهبنا فعلا اللي محتاجه تطلع للنور. ميرسي قوي مذيعتنا الجميله. ميرسي استاذه حنان. ميرسي نورتوني. ميرسي يا أكبر. ورجعنا لكم مع بقيه ضيوفنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. مامة مين؟ مامة محمد علاء. محمد علاء. محمد معانا في المسابقه. ان شاء الله. صح كده؟ باذن الله. ان شاء انا شايفه صورته حلوه قوي وضحكته جميله. الحمد لله. الحمد لله. صح يا محمد؟ وشعرك حلو قوي. مين بقى بيعمل له شعره كده؟ هو من هو صغير اخوه اللي في الجامعه دايما بيحب، هو كمان هو حابب الكاركتر ده. هم اولادي بيحبوا الستايل ده قوي قوي، يعني حابينه جدا يعني. تمام. من زمان يعني من هو صغير. هي الصوره بتاعته حلوه قوي. الحمد لله. هنعرضها دلوقتي ونشوفها. الحمد لله. قولي لي بقى محمد موهبته ايه؟ هو محمد كان في الاول خالص بيحب الكوره جدا ومتشبث بيها قوي قوي، وبعد كده بدا يقلد الاغاني اللي بتتعرض في التلفزيون. بيحب جدا محمد رمضان جدا جدا برضو. ويحب دايما الاغاني بتاعته ان هو يقلدها. الافلام اللي اي موقف اكشن يحب يكرره تاني. انت ملاحظه ده فيه في البيت انه بيحب يقلد؟ جدا. وعنده استعداد يقف قدام كاميرا ويادي دور ومفيش اي مشكله؟ جدا. هي صورته اهي معانا. ضحكته حلوه قوي. الحمد لله. طيب قولي لي بقى، انت حابه تنمي الموهبه دي عنده؟ جدا طبعا. يعني عندك استعداد؟ يعني انا رحت
كذا تصوير كاستنج، وكنت بقى يعني بروح كذا اماكن على اساس ان انا انمي الحته دي في عنده جدا جدا بصراحه. وهو عنده استعداد لكده؟ اه الحمد لله. الحمد لله. بيقعد يقلد بقى في البيت ويتصور 24 ساعه. طيب انت بتساعديه على كده في البيت؟ يعني بتطوعيه؟ يعني تعالي يا مامي نعمل كذا ونتصور. كتير ومع قرايبنا، حتى اي حفله اي مناسبه بيعمل شو، يعني لازم يعمل شو كده ويقف ويمثل ويغني كده ويظهر. طبعا. طيب قولي لي ايه الهدف بقى من مشاركتك معانا في المسابقه؟ والله الهدف ان انا برضو يعني اخليه يظهر شويه، يبقى في حاجه هو نفسه فيها برضو تتحقق، زي ما كان يشوف مثلا نفسه كده على الشاشه، على برنامج، على اي حاجه فيها شو يعني. انا عرفت من حضرتك برضو ان انت حابه تظهريه في الاعلانات، في المسلسلات، ده بناء على هوايته. بتمنى بصراحه جدا. ان شاء الله باذن الله. يا رب. وانا برضو كنت قلتي لي ان هو يعني بيشوف بيعمل حاجات على التيك توك، اغاني ويقلدها. هو وبنت بنت خالته برضو، يعني الاثنين مع بعض دايما كابلز كده مع بعض، وبيعملوا الحاجات دي على طول مع بعض. طيب محمد انت عايز تتكلم؟ اسمك ايه؟ رد علي محمد. صح. هيا محمد كلمي. الصوره بتاعتك حلوه قوي يا محمد. الصوره بتاعتك اللي شفناها دلوقتي كانت حلوه قوي، صح؟ كنت بتضحك فيها. ولا بتحبي تعمل ايه؟ بتحبي تقلد مين يا محمد؟ اغنيه محمد رمضان. تعرف تعملها؟ مافيا. شاطر. طب يلا نعملها. يلا غني. يلا قول مافيا مافيا. شاطر. اتمنى لك النجاح يا رب، وبشكر حضرتك جدا ان انت بتنمي الموهبه دي عنده. الحمد لله. وان انت عايزاه يوصل لحاجه هو حاببها ان شاء الله. وده اللي بنوجهه تاني لكل المامز والامهات الموجوده، ان احنا نشوف الطفل موهبته ايه ونشتغل عليها، لان ده بيفيد الطفل جدا في شخصيته اكيد وفي مستقبله، وبيوصله لحاجه هو عايزها. فطبعا انت مشكوره جدا ان انت. انا سعيده جدا والله. مرسي. سعيده جدا. نورتونا. الله يخليك. ميرسي جدا. ويا رب بالنجاح لمحمد. يا رب. والتصويت في المسابقه يا جماعه زي ما قلنا كل صوره ليها رقم، هتصوتوا للاطفال كل طفل برقمه من خلال صفحه البرنامج سوبر تشايلد على الفيسبوك. يا رب كل الاطفال بالنجاح وبالتوفيق. نورتينا يا محمد. نورتينا. انت حضرتك اللي اسعدتينا والله. ربنا يخليكي. ميرسي. انا سعيده جدا. اتشرفت بيكوا. واستنونا في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد.